مش عايزين نقول بشق الانفس، ولكن تاهل فعلا حسينا ان التاهل صعب، احنا اللي صعبناه على نفسنا. الشوط الاول هو مش عايز اقول نفس السيناريو بتاع المباراه الاولى، ولكن احنا اضعنا عده فرص الشوط الاول انتوا اتكلمتوا عليها بين الشوطين، ما قدرناش نستغل الفرص المتاحه فتصعب علينا الامر الشوط الثاني، ولكن في النهايه الحمد لله رب العالمين عدينا السهل، او هنقول عدينا جزء من الصعب، ولكن الصعوبه جايه اكتر للمباراه اللي جايه. اولا مبروك طبعا لنادي الاهلي تاهله، وده الاهم في الموضوع، ده الاهم فعلا. يعني اهم حاجه النهارده في مباراه النهارده انك يعني تكسب او تتعادل بطعم المكسب يعني، فتصعد فتروح تلعب في السيمي فاينل. ده يعني جيد ليك كاسمك النادي الاهلي، وجيد ليك هو ده الوضع الطبيعي، وده وضع طبيعي، او ده وضعك الطبيعي كمان، فاهم قصدي؟ انما المباراه من وجهه نظر الشخصيه لم تدار بالشكل الجيد، خد بالك من بدايه المباراه لنهايتها. يعني في سوء توفيق ومش عايز اقول بقى استهتار، لكن في تعامل خطا مع المباراه من بدايه اللقاء لنهايه اللقاء يا كابتن عين. يعني مستر كولر النهارده انا بشوفه واحده من المباريات اللي لم يحالفه التوفيق فيها، تمام؟ في اختيارات اللعيبه، خد بالك، في التغييرات، في توقيت التغييرات، في طريقه اللعب، في كل حاجه، من وجهه نظري الشخصيه، تمام؟ النهارده المباراه انت كان ممكن تتصعب عليك بشكل كبير جدا، انت وصلت للدقيقه 75 الاهلي ما سجلش هدف، الهدف التعادل، تمام؟ الدقيقه كانت 75 الاهلي ما سجلش هدف التعادل، بقى 15 دقيقه، ولكن انت تداركت الامر لان انت برضو ما زلت بتلعب قدام فرقه عشوائيه في الحته الدفاعيه. النهارده طريقه اللعب اللي انت ابتديت بيها المباراه، انت عملت ايه؟ انت شلت اللعيب اللي سجل الهدف اللي عنده السرعات الاجهز من وجهه نظر الشخصيه، تمام، رضا سليم اللي سجل لك الهدف هناك، وكان اهم نقطه بالنسبه لك في حته التحول بتاع الحركه السريعه. انت خد بالك مزبوط. انت هناك اعتمدت على ايه؟ انت ما اعتمدتش انك تلعب من على الاستحواذ، انت هناك اشتغلت على التحول السريع. مزبوط. مين اللي كان بيعمل الحته دي؟ لي. هو رضا سليم كان بيعملها بكفاءه عاليه، تمام، صحيح. وانت عارف كمان، واحنا اتكلمنا في بدايه الماتش، في بدايه الاستوديو، قلنا يا جماعه هم عندهم عيب قاتل في الهجمات المرتده السريعه، لان هم بيروحوا بيزيدوا ما بيرجعوش. مظبوط. طيب حسين الشحات ستايل لعبه مختلف شويه. حسين الشحات عايز يمسك الكره في رجله ويلعب الكره ويرقص ويباصي ويخش، واحنا قلنا النهارده قلنا هيبقى في قفل شويه، اكيد هيقفل، وده اللي عملوه، قفل شويه وابتدى واحده واحده ان هو ايه يقابل. معلش انا ليا وجهه نظر في الموضوع ده. احنا هنتكلم على حالات بعض اللاعبين. اتفضل. فانا مثلا زي ما بتقولوا، طبعا رضا كان مميز الماتش الاولاني، كويس، بيرسي تاو ما كانش موفق الماتش الاولاني وظهر يعني بصوره مغايره لمستواه، ليه ما كنتش افكر ان انا الاعب رضا سليم ناحيه اليمين مكانه الطبيعي، وحسين الشحات ناحيه الشمال، وكهربا يلعب راس حرب؟ شوف يا كابتن، انت إن هو بيعتمد من بدايه الموسم على بيرسي تاو ناحيه اليمين مع محمد هاني، ودي الجبهه اللي تالق فيها ماتشات كتيره جدا بيرسي تاو، برغم ان الماتش الاخير اللي هناك تمام ما كانش في افضل حالاته. ماشي. ووارد جدا انك تلعب مباراه ما تبقاش في افضل حالاتك. مظبوط، وارد. خد بالك. ده مش معناه ان المباراه اللي بعديها ان انا يعني احطك على دكه البدلاء والاعب حد مكانك، او اغير التاكتكس اللي انا بشتغل بيه، او اغير طريقه اللعب، او اغير يعني او اغير فكري بشكل عام. هو ده هو الفكر. ما انا هقول لك يا كابتن، بياخد شواهد من المباريات طبعا، احيانا بيعمل تغييرات في كل الفرق على اللعيب اللي زي قفشه. بس حاله قفشه، ما انا بقول لك قفشه بالنسبه له، سوري يا كابتن، قفشه بيبقى ابص عليه في الملعب لانه اجاد اخر ثلث ساعه نازل، ماشي، اوكي، ثاني مره الاقيه اساسي. حلو. هو دي طبيعه مستر كولر. عارف ليه يا كابتن؟ لان المكان ده ما عندكش فيه حد مستمر بيأدي بشكل قوي جدا. ممكن. تمام؟ يعني انا رقم 10 ده هو هل هو بيعتمد على رقم 10 مستر كولر؟ لا، ما بيعتمدش على رقم 10. السنه اللي فاتت في بدايه الموسم كان بيعتمد على رقم 10. لو تفتكر معايا يا كابتن، بدايه السيزون السنه اللي فاتت كان بيلعب 4 2 3 1. مظبوط. بس لما لقى الامور مش ماشيه في الحته الدفاعيه بشكل جيد، ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يغير طريقه اللعب ل 4 3 3، وده اللي عمله من نص الموسم اللي فات لنهايه الموسم اللي فات. طب هو مش زمان كان بيدخل بيرسي تاو وكهو كان بيفكر كان بيلعب ايه؟ كان بيفكر النهارده يغير كهربا. حلو. مش كان ما يدخل بيرسي تاو جوه وينزل هو الراجل اللي اسمه رضا سليم اللي اصلا بيلعب في الحته دي. خد بالك، هو استقر من نص الموسم اللي فات بالزبط على الطريقه دي واللعيبه دي. خد بالك، ما هو برضو اخد وقت مع كابتن، ما هو اخد وقت علشان خاطر يثبت تقريبا ال 11 لعيب. فلما ثبت واجاد، اجاد بمين؟ اجاد ببيرسي تاو ناحيه اليمين، اجاد بحسين الشحات ناحيه الشمال،
تمام، وبيلعب كهربا وشريف، كان شريف في بعض الاوقات بيلعب في الحته دي، وبيلعب بثلاثه ميدفيلدرز. النهارده هو غير، قال لك لا انا مش هلعب بثلاثه ميدفيلدرز، انا هلعب باثنين وواحد. هو غير، هو من بدايه الموسم بيغير، بيحاول يطبق الشكل ده تمام في اوقات كتيره جدا جدا. يعني النهارده احنا شايفين النهارده، هل مجدي قفشه النهارده غير؟ ما غيرش من بدايه اللقاء، برغم ان المفترض كان وقت من الاوقات من الدقيقه 60 او 65 تبتدي تغير نمط اللعب بتاعك، تغير الشكل والاداء بتاعك، تبتدي تغير خلاص مش هتعتمد على قفشه كانه البلاي ميكر رقم 10، لان انت اصلا هم عندهم زياده عدديه شديده جدا، فانت محتاج واحد يتحرك في ال 18 اكتر من ان واحد يعمل ايه؟ يعمل حته الثرو باس البيني الصغير من المسافات الصغيره، لان انت كمان ما بتعتمدش على الحته دي، انت النهارده ما بتلعبش استحواذ، فبتشتغل واحد اثنين ثلاثه اربعه، فبتوصل لرقم 10 اللي مستني يرفع عينه فيشوف واحد بيتحرك لا انت ما فيش الكلام ده خالص، انت ما بتعتمدش على كده، انت طول المباراه النهارده بتعمل ايه؟ بتحاول تلعب ناحيه حسين الشحات وعلي معلول، بتحاول تلعب ناحيه بيرسي تاو ومحمد هاني، انت بتشتغل بالشكل ده، فكان من الطبيعي انك تشيل بقى رقم 10 بالنسبه لك صح. تمام، وتحط واحد وتطلع كمان مروان، ما يبقاش عندك اثنين ميدفيلدرز بنفس الكواليتي نفس الاداء، يعني واحد فيهم تلعب بامام عاشور تنزله مكان واحد فيهم، وامام هو اللي يقوم بدور بالدور ده، وتلعب بحسين الشحات في القلب تمام، وتنزل رضا سليم ناحيه الشمال. هو ده كانت الطريقه، كانت الطريقه حتى لو امام مش جاهز حط حسين الشحات في القلب يا كابتن، ونزل برده رضا سليم ناحيه، وهو حسين الشحات يقوم لك بالحته دي، فاهم قصدي؟ يقوم بالشكل بالدور ده براس الحربه رقم اثنين او صانع الالعاب اللي بيزود تمام في ال 18، هو موجود في ال 18 لانه حسين الشحات بيعرف يدخل ال 18، بيعرف يرقص، بيعرف يشوط، ولعبها عكس ولعبها كتير جدا مع النادي الاهلي تمام، سواء اذا كان مع كولر او قبل او قبل كولر كمان، لعب في الحته دي واجاد فيها بشكل كويس العاب، لكنه تاخر يا كابتن ماهر، هو تاخر في الحته دي تمام، فاعتمدت انك تشتغل على حسين الشحات وتشتغل من الناحيه الثانيه مع بيرسي تاو. طب بيرسي تاو مش فايق، مش حالته طبيعيه تمام، هل ما ينفعش يتغير؟ لا لازم ينفع يتغير تمام. النهارده فرقه النادي الاهلي، خلينا نتكلم بمنطقيه، في حاجه في اللياقه البدنيه عند فرقه النادي الاهلي بشفافيه تامه، انت النهارده ما بقتش توصل، السنه اللي فاتت كنت ممكن بحس ان فرقه ممكن تلعب ماتش ونص تمام صح. تلعب احنا لحد الدقيقه مثلا 95 100 ممكن تلعب 100 وشويه وانت فايق واقف على رجلك، النهارده لا، النهارده احنا من الدقيقه 70 انا حاسس ان في بطء شويه في الاداء، مش حاسس في شراسه برغم ان انت مغلوب 1-0 تمام، ومحتاج انك تعوض. الكلام ده ممكن يعمله بقى، هو ده الدور اللي بيتدخل في المدير الفني، التغييرات. التغييرات الماتشين في 3 ايام يا كابتن، ما هو نفس الفرقه احمد اللعيبه كابتن كابتن طبيعي كابتن طبيعه الافارقه غير طبيعتنا، ما هم جاي برده من سفر وملعب ازيك، ما فيش طبيعه كابتن، زيك برضو. دي لياقه بدنيه، لياقه ماتشات تمام. انا طبيعي ايه، انا اتغلب على الكلام ده امتى؟ بالتغييرات بتاعتي الحلول، يعني ما هو دي الحلول الموجوده عندك كابتن، لما احس ان ده مش موجود التغييرات ده النهارده اهو. لا كابتن، ما ينفعش يا كابتن، ما ينفعش. انت النهارده، انا اسف، انت النهارده بتلعب سيمبا مستوى اقل منك بكتير جدا جدا، المباراه اللي جايه هتلعب سان داونز مستوى ايكوال مع النادي الاهلي تمام، وهتلعب بره وهتلعب جوه في 3 ايام ووقت اقل من الوقت اللي انت لعبت فيه الماتش ده، فانت النهارده هتتغلب على الكلام ده ازاي؟ لازم يبقى في فكرك حاضر اسرع من كده بكتير جدا، لازم يبقى انا بغير بسرعه كبيره جدا. احنا بنتكلم ده مش عشان ماتش سيمبا تمام، انت افضل من سيمبا بكتير، واحنا افضل احسن بكتير، والنهارده كان ممكن المباراه تخلص 2-3 في الشوط الاول لو احنا كنا قدرنا نستغل الفرص اللي جات لنا في الشوط الاول، لان احنا عملنا ارهاب لسيمبا في الشوط الاول. انا بكلمك على بقى 90 دقيقه يا كابتن، مش ال 45 دقيقه الاولى اللي كان ممكن تحسم فيها اللقاء، لان وارد جدا جدا المباراه تطلع تعادل في الشوط الاول، فانت عندك الشوط الثاني شوط الفكر اللي بتفكر فيه، لان اللعيبه بتريح ساعتها، اللعيبه المستوى البدني بيقل شويه، الافكار بتقل في الملعب، الحته الخططيه بتزيد الشوط الثاني، فده شغل المدير الفني يبتدي يتدخل تمام، ويبتدي يغير من نمط الفريق، يبتدي يغير من شكل الاداء، يبتدي يبدل اللعيبة. ممكن اخد بالك، ممكن ما اغيرش مباراه، ممكن ابدل اللعيبه داخل الملعب جوه الملعب تمام بالظبط. محمد صلاح، محمد صلاح لما بقاش موفق بالظبط، محمد صلاح ما بقاش موفق في ناحيه اليمين، بنبص لا راجل بيدخله جوه بيلعبه حر. يعني انا النهارده مثلا، انت وصلت لوقت من الاوقات ما بقتش محتاج مروان واليو ديانج في الملعب مع بعض، مش محتاجهم في الملعب النهارده، بالعكس انت محتاج واحد بقى لعيب كوره بيقدر يزود في الحته دي، وتسيب واحد يطلع ده يطلع ده وتسيب الثاني، لان انت النهارده هم بيهاجموه بكام؟ باثنين لعيبه. ايوه باثنين لعيبه على 5 لعيبه كتير، مش محتاج انت 2 ميدفيلدرز تمام؟ احنا كنا بنتكلم على السرعات واللي هيعملوا هجمات مرتده، ما ابتدوش يفوقوا غير تقريبا في الدقيقه 55 دقيقه 60 ابتدوا يحس ان المباراه هتهرب، فابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يبقى عنده زياده عاديه في الحته اللي قدام، لعل وعسى كوره من الحاجات اللي طايشه زي ما اتلعبت كده. خمس تغييرات
هم عملوا خمس تغييرات. كابتن ابتدى يحس ان الماتش خلاص هيروح، صح، فابتدى يعمل ايه؟ يتجرأ شويه في الكوره، ابتدى يزود اللعيبه شويه. هو انا قلت لك يعني، او احنا اتكلمنا في الشوط قبل المباراه، قلنا ان هو هيبتدي الاول زون لان هو في الجيم خلاص، جول واحد يخلص الماتش. مزبوط. هو عمل كده، ابتدى زون ديفنس، ابتدى الشوط الثاني يزود شويه. لما الوقت ابتدى يزيد بالنسبه له وحس ان المباراه ممكن تهرب، ابتدى يعمل ايه؟ يزود بقى، يعمل كثافه عدديه. الجول اللي جه في النادي الاهلي خمس لعيبه موجودين، ثلاثه في ال 18، واحد بيرفع والثاني في نص ملعب منتظر الكره الثانيه. فده معناه ان بقى يعمل زياده عدديه عندك في ال 18 بتاعك. فالنهارده لا، النهارده يعني انا بقول مثلا مستر كوره، لا، ان في بعض من الاوقات لازم يبقى التغييرات حاضره وبشكل سريع. لا، انت النهارده مثلا علي معلوم ممكن ما يديكش ال 90 دقيقه زي ما انت عايز يا كابتن ايمن، ووضع طبيعي في كره القدم، طبيعي جدا في ظل المباريات الكتيره اللي بتتلعب ومنتخبات واهلي وافريقيا ودوري، مش هقدر اديك ال 90 دقيقه، لازم تبقى انت محضر. ممكن تلعبش باك ليفت، ممكن تغير طريقه اللعب ل 3 4 3 عادي، وارد جدا في ماتش زي النهارده تقدر تغير طريقه اللعب، مش لازم العب باربعه، ممكن العب بثلاثه والعب باربعه قدامهم والعب بثلاثه في الحته اللي قدام. دي برده وجهه نظر ممكن تلعب بيها الفتره اللي جايه، تحط اثنين سنتر باك، واحد قدامهم واحد في القلب، وتلعب باربعه قدام وتبتدي تضغط على الفرق. ولعبناها قبل كده مع موسيماني وحققنا بيها نتائج جيده جدا جدا لو تفتكر يا كابتن ايمن. صح. الموسم الاول مع موسيماني الاهلي عملها بشكل رائع جدا جدا جدا. لعيبه النادي الاهلي النهارده بقى الحاجه رقم اثنين، الشخصيه بتاعت اللعيبه النهارده لازم يكون في ليدر في الملعب، قائد يعني بيحمس اللعيبه. ما شفتش النهارده انت مغلوب النهارده وحاسس ان اللعيبه الامر انت هتكسب وهترجع وانت امكانياتك احسن، لكن لازم يبقى تحس بالكلام ده حتى ما بين الكلام، ما بين لغه اللعيبه وبعضها في الملعب النهارده. لازم يبقى فيه يلا يا جماعه المباراه يعني في قتال شويه اكتر من كده يعني، فاهم؟ مش بس كوره، كره القدم ما بتعتمدش على الفنيات فقط، تغيير كره القدم بتعتمد على الفنيات والاداء الرجولي والقتالي كمان في الملعب. صحيح. انت ممكن ما تكسبش فنيا، لكن تقدر تكسب النهارده. ايه انت النهارده هقول لك على حاجه، انت في مباراه الوداد هناك الفاينل، هل انت كسبت فني؟ لا، من وجهه نظر الشخصيه ما كسبتش فني. أي. لكن كسبت عشان كنت بتقاتل وبتحارب من بدايه الجيم لاخره، برغم ان انت تاخرت بهدف. بالظبط. تمام، لكن عشان قاتلت وابتدى الراجل كمان يفكر بسرعه جوه الملعب، فابتدى يعمل التغييرات اللي غيرت من شكل واداء النادي الاهلي. ده اللي احنا بنتكلم فيها يا كابتن. صحيح. يا كابتن شريف بالظبط، كان ممكن يكسب 22 بعد الجول الاولاني كوره وبرسيتاوم ضيع يعني، واحمد عبد القادر ضيع واحده، شريف وعبد القادر الاثنين مضيعين كورتين في الفاينل. ده اللي احنا بنحس فيه على شخصيه فرقه. ده اللي احنا بنقوله يا كابتن، شخصيه الاهلي لابد ان يهاب كل من يلعب قدامه. مين اللعيب اللي يصلح للجيم النهارده؟ اللي يصلح للجيم اللعيبه اللي عندها سرعه اللي بتقدر تعمل التحول، وده اللي كنت بتكلم عليه على رضا سليم النهارده. كان مهم جدا انك تبتدي بيه المباراه لان هو بيعرف يعمل لك حته التحول بسرعه. خد بالك اللي بيعملها برده بيرسيتاو، بس النهارده ممكن ما يكونش موفق في اللمسه الاخيره. مزبوط. تمام، لكنه بيعرف يعمل الحته دي بشكل كويس زي رضا بالظبط. لو كنت اشتغلت على الاثنين دول من بدايه الماتش كان ممكن المباراه تروح في حته ثانيه. صحيح. من ناحيه السرعات والمهارات الفرديه. طيب نروح لزميلنا محمد توفيق ملعب مباراه ولقاء مع السلامي ونان مدرب المساعد لسيمبا.